الحمد لله بفضل المحسنين بفضل الله تعالى الحملة تاعنا ما زالت متواصلة. اليوم بفضل الله في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة قمنا بتوزيع مجموعة من المواد الغذائية. الحملة تاعنا ما زالت متمركزة على مناطق الظل، مناطق الظل تعاني بزاف في مدينة سوقر. نطلبوا من هذا المنبر، من هذا المنبر الكريم وأمام هذه الناس الزينة هذه، الناس تعاون هذه مناطق الظل، وحتى مشي مناطق الظل فقط، كاين الناس في سوقر، في مدينة سوقر، في تيارت، في مناطق تيارت، حملهمش. نطلبوا من الجمعيات تدير اليد في اليد، نطلبوا من السلطات المحلية تعاود إعادة النظر في إعادة إحصاء هذه العائلات المعوزة، لأن الكثير من العائلات المعوزة هي غير محصية على الإطلاق. نطلبوا من السيد والي ولاية تيارت أنه يخرج للميدان ويشوف هذه العائلات المتضررة خاصة جراء وباء الكورونا هذا. كارثة كارثة وخلاص. لحد الآن منذ تولي الأزمة لمنطقة السوقر نحن قمنا بتوزيع عدد لا يعتبر من القفف والمساعدات للعائلات الفقيرة، حيث صادفنا عائلات يرثى لها في كارثية خاصة في مناطق الظل، أنهم لا تتوفر فيهم أشياء المعيشة، الغاز، الضوء، الماء، لا ماء صالح للشرب ولا يوجد للأسف الشديد. نطالب من والي ولاية تيارت التدخل في أقرب وقت من أجل النظر لهذه المناطق، ونطالب من السلطات العليا بالنظر إلى هذه العائلات.